بالنسبة لبعض الدعاة في مدينة وهران اتهمونا بأن لا نخرج معهم للتجمع أو للمسيرة، أننا نحن كفار أو فاسقون. طيب يا أخي، هذا ليس له علاقة بالعلم، يتهموننا، فهذه سنة الله في خلقه. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فالرد عليهم سهل: هل أنتم تدعون إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ فإن قالوا نعم، فإذا ما الفرق بيننا وبينكم؟ أنا أقول الفرق إنهم تكتلوا وتحزبوا وفارقوا المسلمين بتكتلهم، فمن كان معهم في حزبهم فهو مسلم، ومن كان ليس معهم فهو ليس كذلك. إذن هم الذين فارقوا. ما دام نحن منهجنا الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، فليقولوا ما شاءوا بعد ذلك، لكن المهم أن تعارضوهم. هم يتهمونكم بهذه التهمة. طيب أنتم معنا في الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ أي نعم. إذن لماذا تقولون نحن منافقون أو خارجون أو ما شابه ذلك؟ المسألة هذه ليس لها تلك الخطورة، لأنه مثل هؤلاء الفاكين الكذابين الذين يكذبون ويفترون، هؤلاء لا حيلة لنا معهم سوى أن نكل أمره من الله عز وجل ونقول: أولا، كما روي عن بعض الأنبياء السابقين حينما حكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فنقول هكذا. أو نقول: إذا كانوا مصرين على ضلالهم فينتقم منهم كما ربنا عز وجل يشاء.